طيب بص، كل بقى الشرح اللي احنا شرحناه عشان نعمل باسورد ريكفري ده، لو جيت تجربه على الموديل ده تحديدا من السويتشات اللي هو 2960 سويتش ده، مش هتلاقي اي حاجه باللي احنا شرحناه دي شغاله. فخليني دلوقتي اوريك طريقه تانية برضو ممكن تلاقيها موجوده على بعض السويتشات. يبقى احنا عايزين نشوف الكاتاليست 2960 باسورد، باسورد ريكفري. السويتش ده مختلف شويه من جوه، احنا متعودين دايما منتشر يعني، منتشر السويتش يعني. متعودين احنا ان السويتش من جوه او جهاز يعني بصفه عامه بيبقى جوه فلاش، والفلاش بيبقى جواها الاي او اس، وفي ميموري تانية اسمها ان في رام متخزن جواها، ان في رام متخزن جواها الكونفيجريشن. لا حضرتك، السويتش ده ما فيهوش ان في رام، السويتش ده ما فيهوش غير فلاش، والفلاش متخزن جواها الاثنين، الاي او اس بلس الكونفيجريشن. والكونفيجريشن هنا بتبقى متخزنه عباره عن ملف تكست، ملف تكست ليه اسم محدد. يعني لو انت تلاعبت في اسم الملف ده، الجهاز وهو بيشتغل هيعتبر نفسه مش لاقي الكونفيجريشن. تمام كده؟ فاوعى تغير اسم الملف ده. نحتاج نغيره امتى بقى؟ لو الملف ده جواه باسوردات مقفله يعني الدنيا، ما هو الملف ده هيبقى جواه ايه؟ الانون باسوردز، صح كده؟ الفكره هنا ايه بقى؟ ان احنا نخش على الرومون. بس هنا في ميزه، عشان تخش على الرومون مش محتاج تدوس كنترول سي او بريك او لا، تعمل ايه؟ والجهاز بيشتغل بيبقى فيه كده في السويتش ده تحديدا زرار كده على الجنب اسمه مود بوتون. سيادتك تطفي السويتش، تشيل لعم الكهرباء. هنا السويتش ده ما فيهوش زرار تطفيه وتولع منه، تضطر تشيل كابل الكهرباء خالص او تشيل فيشه، تشيل الفيشه وتوصلها وهو بيشتغل، تضغط على الزرار 3 4 ثواني. اوعى تفضل دايس عليه كتير، عشان لو فضلت دايس عليه 10 13 ثانيه يقوم جاي مفور لك كل الكونفيجريشن. فانت يا دوبك بس هتدوس عليه 3 4 ثواني يقوم جاي مدخلك فين؟ في الرومون. وانا جوه الرومون، انا هقول لك الفكره، وانا جوه الرومون بخش على الفلاش واقوم جاي معدل اسم الملف ده، اخليه مثلا دوت اولد، اي حاجه يعني، حط زود اي لتر في، تمام، ورستر الجهاز. اما هرستره هيفتح معايا كانه لسه جهاز جديد ما فيهوش اصلا ايه كونفيجريشن. يعني انا هنا مش محتاج ان انا اروح اتلاعب في قيمه الكونفيجريشن ريجستر ولا اي حاجه من دي. انا هدوس على المود بوتون ده واشتغل واغير اسم الملف ده، ارستر الاقيه دخل على طول، مش هيطلب مني اي حاجه. وبعدين اقوم جاي فاتح الملف ده واخد كل محتوياته واحطها في الرن. وبعدين اعدل اسم الملف ولا ما انا في الاخر هقوم جاي ايه؟ هقوم جاي معدل كل المحتويات بتاعت اي باسورد جوه الملف ده متخزنه انا مش عارفها، هعدلها. وبعد ما اعدلها اقوم جاي مرجع اسم الملف الايه؟ لاصله تاني، ولا كأن حاجه حصلت. راستر اشتغل معاك بالملف بعد ما عدلت الايه؟ الباسوردات اللي جوه. بص، لو انت جيت تجرب الموضوع ده على الباكت تريسر، سويتش ال 2960 اللي معمول على الباكت تريسر ده، هتستخدم معاه نفس الطريقه اللي احنا عملناها على الراوتر. لكن في الحقيقه ال 2960 بنستخدم معاه الطريقه اللي انا هوريها لك دلوقتي. بص، هتلاقينا انا عامل ملف اهو باسورد ريكفري لل 2960 سويتش، وتلاقيني كمان تمام. بص يا سيدي، تعمل ايه؟ توصل كابل الكونسول والسويتش وهو بيشتغل، تمام كده، تقوم جاي فين 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 تدوس على المود بوتون اللي هو من قدام. هوريك دلوقتي، يعني خليني كده اوريك شكل السويتش ده، ورك ماتيريال. السويتش ده انا كنت حاطه في السي سي ان اي، سي سي ان اي داتا.
forces CCNA of the Cisco devices. اقول 2960 اهو. بص كده افتحه. شايف الزرار ده؟ ده المود بوتون. مود بوتون. تمام؟ طب نرجع تاني للملف بتاعنا. هتعمل ايه؟ هتدوس على المود بوتون اللي من قدام ده اثناء تشغيل الجهاز. هتلاقي في ليدات كده ايه قاعده تنور برتقاني كده وبعدين تثبت على اللون الاخضر. في الوقف اللحظه دي سيادتك كده دخلت فين؟ في الرومن. خلي بالك اوعى تطولها عشان انت لو دوست بريس وهولد ل 10 ثواني فضلت تسعه هيفور كل حاجه. تمام؟ ما تطولش. طب يا سيدي وبعدين وانت جوه الرومن تكتب الكوماند ده. الكوماند ده هو اللي هيمكنني ان انا اتفرج على محتوى الفلاش. يعني الكوماند بقول له ايه؟ جهز لي الفلاش عشان اتفرج عليها واشوف محتوياتها. طيب وبعدين هقول له داير فلاش. لو لا ما هقول له داير فلاش هكتشف ان في ملف جوه الفلاش اسمه ايه؟ config.txt. هقوم جاي كاتب الكوماند اقول له طب رينيم بقى الملف اللي في الفلاش اللي اسمه config.txt واقوم جاي حاطط له اي اسم تاني زي مثلا زودت له دوت اولد. ممكن انت تعمل اي حاجه تانيه غير كده. وتقول له بوت. بوت دي معناها راستر اللي هي تعادل في الراوتر خدناها ريست. وبعدين بعد ما يراستر ويخش تمام زي الفل اقوم جاي قايل له طب رينيم بقى رينيم الملف ده ورجعه لاصله تاني. وبعدين هقول له طب بص كوبي بقى اللي في الملف ده حطه في الرن. يبقى انا عندي في الرن نسخه من الملف ده بس الباسوردات انا مش ايه مش عارفها. طب وبعدين غير الباسوردات. وبعدين سيف. يوم جاي بالباسوردات الجديده تتسيف فين؟ في الملف اللي هو اسمه config.txt. سيف على كده شكرا. وصلت؟ دي الطريقه اللي تستخدم على ال 2960 سويتش. حل بسيط يعني. نوقف الفيديو ده على كده ونشوف حاجه.